إلى جمهورية كوريا. شكرا السيد الرئيس. بداية أود أن أهنئك على ترأسك المجلس لهذا الشهر. كأحد الأعضاء الجدد في المجلس، نحن شاركنا بشكل ناشط في وتابعنا نقاشات المجلس. أشكر أيضا الأمين العام المساعد خالد خياري والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز على إحاطتيهما حول البحر الأحمر. الحالة الحالية في الشرق الأوسط معرضة لتهديد التصعيد، فالوضع الخطير في غزة يؤدي إلى مشاغل في توسع النزاع وتراجع الوضع في عدد من المناطق. بالتالي من الملح أن نبذل كل الجهود للحد من التوترات في المنطقة بما في ذلك في البحر الأحمر. نعبر عن عميق قلقنا إزاء الاعتداءات غير المشروعة والمتهورة التي شنها الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر. ندعو إلى إطلاق السراح الفوري لسفينة جالاكسي ليدر والتي تم الاستيلاء عليها منذ 19 من نوفمبر وطاقمها المؤلف من 25 شخصاً. للأسف كان هناك سلسلة من الاعتداءات على السفن التجارية في البحر الأحمر. نعبر عن عميق قلقنا إزاء الاعتداء في الأسبوع المنصرم على السفينة أو الحاوية التي تملكها الدنمارك والتي تحمل العلم السنغافوري مارسيك هازو، وتقارير حول إطلاق صاروخين تسياريين معاديين للسفن في البحر الأحمر البارحة. البحر الأحمر أساسي للتجارة الدولية، أي تهديد يعيق حرية الملاحة بموجب القانون الدولي غير مقبول وغير مبرر. في الإطار نفسه اعتمد المجلس القرار 1838 حول الصومال لحماية أمن الطرقات البحرية التجارية المتوجهة نحو البحر الأحمر، وجمهورية كوريا قد شاركت بشكل ناشط في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة على ساحل الصومال من خلال إرسالها في عام 2009 مجموعة العمل من البحرية الكورية لمرافقة السفن في البحر الصومالي، وحدة تشونغاي. وندعو إلى وقف كل عمليات الاستفزاز التي تهدد حرية الملاحة والسلم والأمن الإقليميين. ندعم جهود الدول ذات الصلة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، وندعم دعوة الأعضاء لمجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير في هذه المجلس في الوقت المناسب. السيد الرئيس، في الشهر المنصرم واجهنا أو وردت لنا بعض الأخبار المطمئنة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام حول اليمن، الذي بلغنا أن الأطراف في اليمن قد التزمت بعدد من التدابير بتنفيذ وقف إطلاق نار في كل أرجاء البلاد والانخراط في التحضير لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. تدعم جمهورية كوريا بشكل كامل عملية انتقالية سياسية بقيادة يمنية تنشط فيها أو تلعب فيها الأمم المتحدة دورا ناشطا بما في ذلك المبعوث الخاص مع مشاركة جامعة، كما شدد قرار مجلس الأمن 26/24 مطالبا بالمشاركة الكاملة والفعالية والمتساوية للنساء في عمليات السلام. في هذا الإطار، إن الاستفزازات المتهورة والتصعيد الخطير في البحر الأحمر يجب أن يتوقف، فهذه الأنشطة لا تساعد في ضمان تطلعات الشعب اليمني بتحقيق السلام والتنمية المستدامين. كرئيس للجنة الجزاءات حول اليمن المنشأة عملا بالقرار 21/40 لمجلس الأمن، جمهورية كوريا ستراقب عن كثب الوضع في الميدان داخل اليمن وحوله، لا سيما تنفيذ الجزاءات بما في ذلك حظر توريد الأسلحة. وشكرا سيد الرئيس.